ما أبرز ما دار في اللقاء بين الملك فهد وكلينتون؟ أبرز ما دار في اللقاء من وجهة نظري هو أن الملك فهد رحمه الله أراد أن يطمئن على إمكانية تحقيق سلام سوري إسرائيلي، فسأل الرئيس كلينتون بشكل مباشر هل هناك أمل وهل من الممكن الوصول إلى سلام سوري إسرائيلي؟ الرئيس كلينتون في ذلك الوقت قال له عفوا لنذكر بأنه هذا بعد قمة كلينتون الأسد في جنيف. نعم، فالرئيس كلينتون في ذلك الوقت قال جملة أذكرها تماما. نعم. قال له: يا جلالة الملك، الرئيس حافظ الأسد يريد أن يحصل على أكثر مما حصل عليه الرئيس السادات، ولكنه غير مستعد أن يفعل ما فعل الرئيس السادات. مهم جدا. فبالتالي أصبح عفوا يعني أن يحقق ما حققه السادات في اتفاقية كامب ديفيد أو أكثر مما حققه السادات، ولكن دون أن يذهب إلى إسرائيل. نعم، الرئيس كلينتون كان يقصد أن بذهاب الرئيس السادات إلى إسرائيل فأنه كسر جميع المعايير. قال للشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية: أنا مستعد أن ألتقي معكم وأتحدث وأتفاوض من أجل بلادي. وبذلك نجح بعد صراع المفاوضات وكامب ديفيد إلى أن حصلت مصر على جميع أراضيها بالكامل. ففكرة عدم التخاطب وبشكل مباشر مع الطرف الإسرائيلي من قبل الحكومة السورية أو رئيسها كانت بتكبل أيدي أي رئيس أمريكي كان يحاول أن يقرب من وجهة النظر.